على رمش عيونها قابلني هوا طلع لي مني قلبي هوا على رمش عيونها قابلني هوا طلع لي مني وقلبي هوا وانا اللي كنت طبيب الهوا والاهل العشق ببيع الدوا وانا يالي كل ابيع والاهل العشق ببيع الدوا من نظرة لقيتني صريع الهوا من نظرة لقيتني صريع الهوا خدني شوي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خدني شوي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهاردة وصل على بختي أنا كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهاردة وصل على بختي أنا والنهاردة وصل على بختي أنا وأنا ياللي كنت طبيب الهوى والأهل اللي عش ببيع الدوا كنت والأهل اللي عش ببيع من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا يا بو يا 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 كل يلا ويتا وأهلا ما يرد وأنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها أنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها ارحل يا حبيبي حبيبي أهلي ما يردوا الهوى ايه العمل
عمان اللي هويت عمر عطيتك بيا الامل يا اهل الهوى ايه العمل اللي هويت عمر عطيتك هي الامل يا اللي هويت عمر عطيتك وهي الامل يا والقلب يا قلبي ما يرحموش كل ما اشتاق اليها كل ما اشتاق اليها تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها حبيبي حبيبي يلا ما معنا هي أفراحي وأهاتي هي هي عمري وذكرياتي هي حبي للجنون هي أفراحي وأهاتي هي أغلى من حياتي هي عمري وذكرياتي هي حبي للجنون 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 وأنا كل ما اشتاق إليها سايليها اروح واسال عليها عليه كل ما اشتاق اليه وينكم ايه اروح واسال تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها ارحل يا حبيبي أهلي ما يردوه ما معنى ما معنى أنا غيري في الدنيا ماليش على حبك يا حبيبتي بعيش انا غيرك في الدنيا ماليش على حبك يا حبيبتي بعيش الفرحة اترسمت في عيني والدنيا ابتسمت حوالي الفرحة اترسمت في عيني والدنيا ابتسمت حوالي قولوا لانتي يا حبيبتي عليا الايام واقفة ما بتعديش انا غيرك شوية هانيش على حب انا غيري في الدنيا ماليش على حبك يا حبيبي اوبا لا 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 بام 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 وصاحبك انتي ونخيروني اختارك انتي لا قبلك انتي ولا بعدك انتي انتي اللي جوه القلب سكنتي
انتي. الحب جاني وشو ناداني، الحب جاني وشو ناداني، لو حد تاني 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 ما يهمنيش، انا غيري في الدنيا ماليش، على حبك يا حبيبتي بعيش، انا غيري. انا بنسى روحي وافتكرك انتي، حبك سفنتي مدينتي، حسي غيري غيرك انتي. الحب جاني وشو ناداني، الحب جاني وشو ناداني، لو حد تاني 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 ما يهمنيش، انا غيرك في الدنيا ماليش، على حبك يا حبيبتي بعيش. نسمع انا هاي الفرحه اترسمت في عيني، والدنيا ابتسمت حوالي، الفرحه اترسمت والدنيا ابتسمت حوالي، قولوا لا انت يا حبيبتي عليا، الايام واقفه ما بتعدي. تحية كبيرة لهشام النجاتي. من هشام يا سيدي؟ برافو هشام. هيتصدقوا حاجة؟ هيتصدقوا حاجة؟ هو غنى قلبي عشاها وشنو الأخرى؟ ورمش عيونها. وعلى رمش عيونها. والاغنيه الاخرانيه راهي غنيته هو. غنيته هو اي بيان سور. مقام نهاوند هذه. هذه مقام نهاوند. اسمعني. اي مقام نهاوند ولا في مقام نهاوند ولا تحية كبيرة برشا أسامة فرحات، ألحان أسامة فرحات الفنان أسامة الكبير أسامة فرحات وما أدراك وصلاح حفاي واللي وزعها على محمد مصطفى اللي كان ماخذ شيرين قبل محمد مصطفى في مصر وسجنها في مصر. قل في مهرجان الأغنية جيت لابس بالأكحل هشام وحسيتك متقلق ومنرفز ودخلت في حالة هستيريا صغيرة صغيرة مش جاي قدام الصنبة نتاع علي الرياحي صحيح وطلعت تشطح وجايينك باللكحل باللكحل كان فيه مغزى صحيح لانك ما تكرمتش في مهرجان الاغنيه اثنين وقت اللي تدخل مدينه الثقافه وتلقى تصاور كان تصويرتك ما فماش ما فماش بالكل انا نحب نقول انه هذا عرس للفنانين المهرجان الاغنيه حلو ياسر خاصه السنه عملوه حلو وفيه بهرج كبير برشا في خدمه كبيره وفما ديزانفيتي هايلين لكن فما حاجات نواقص اللي هما اللي يضروا الميدان بتاعنا انت كما تعرفش بالهشام نجاتي اللي عنده 40 سنه في الميدان بتاعه حتى صوره ما فماش منه في الروح مش انت بركه يا هشام زاد ما ينجموش يحطوا مئات المطربين زاد فما ناس اللي كانوا يتصوروا مع هشام نجاتي تصورهم موجوده فما بالحق تصوير هشام نجاتي ناقصه المفروض تكون موجوده علاش هما يعني كمال رؤوف موجود مش موجود مثلا احمد حمزه هذول مش موجود يعني فما برشا فنانين حلوين انا نتصور ما فيهاش قصد نتصور اما وين تكريم هشام نجا 40 سنه راهو ميدان نقعدوا ديما هما بيدهم اكس ايغريك اكس ايغريك مش معقول انت في 21 دوره ما تكرمت حتى مره ولا الدوره الاولى انا شاركت فيها انا وقتها حتى غني جايز لعبت معاه الريح لعبت معاه الريح هاي الحان عادل مدقة عادل مدقة انا لوم عليه زاد لهنا اللي هو مع التنظيم مع التنظيم كيفاش تنسى هشام نجاتي هاك جبت عليها بالعيد حبيبتك واللي لحنت لها وعملت لها العجوبات وينو هشام نجاتي مانيش فاهم انا ديما انتم ناسين هشام نجاتي راني نوعيه خاصه كيما شمس الدين باشا عنده الحق زاد الامهم في الريزو سوسيو عنده حق رشدي عنده ايش بكم قاسمين والله انا باهت هذا فنيات هذا درا شنو هذا طرب هذه هو وينو النوعيه اللي يحبها احنا يحبونا الببليك وفماش بلاصه نمشي لها يا عليا والله كل بصدق انا راني 40 سنه مانيش خصيص في
فمش بلاصه نمشي لها ما نلقاش الناس يبوسوا ويعنقوا، فما محبه بالعين. هذاك من تحصيل الحاصل، اما تصويرتك في مدينه الثقافه في الديكور نتاع مهرجان الاغنيه تضيف تزيد تزيد سي تريز امبورتون. هذا ما حاجه اخرى وعندك حق، لي زانفيتي الكل على راسي وعينه على راسي. استدعاوك بربي هشام؟ استدعاوني صحيح بالتليفون على الاقل استدعاوني. لا استدعاوني بالتليفون، اما النهار اللي حضرنا النهار الاولاني والبارح النهار الثاني مشيت لهين بيزانفيتي على الراس والعين ليزانفيتي. هاني شاكر فنان كبير برشا مصطفى هي ضيوفنا كمام يقعدوا يقعد لا على الراس والعين مش معناتها ما فرحوش بالفنانين هما لهين بيهم برشا 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 واحنا دبوزه ما حبوش يجيبوا هنا تعليه يا خويا ما نقفوش على دبوزه ما هشام ما نقفوش على دبوزه ما لا 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 هنا نختلف معاك ما نقفوش على دبوزه ما استدعاوك تصويرتك المفروض تكون غاديكا ماهيش موجوده كمام معناتها كمام كمام انا لو صغير انه كان من الافضل ومن الاجدر الحق نتاع ربي ونقولها مش تربيز ولا غش تكريم فنانين التوانسه حاجه اخرى منشد لي على راسنا وعلى عينينا كرموا فيها في مهرجان الاغنيه مو لاباس كرموا منشطين توانسه كرموا حاتم بن عماره كرموا نجيب الخطاب الله يرحمه كرموا صالح شغام كرموا المنشطين اللي دافعوا على الاغنيه واللي ضربوا بالبوني على الاغنيه التونسيه سانسيرمون مع احترامنا المنشد شو علاقه منشد لي صحفيه معروفه وبرنامج ما في مصر معروف كذا مع علاقتها بالاغنيه التونسيه تكاد تكون منعدمه عادات الوحيد محمد الجبالي لون لون بسيط هذا صغير فقط يلا نمشي مباشره لضيفتنا الليله مدام وحيده الدريدي يلا نشوفوا ساعه البورتري وراجعين طب ضيفتنا اليوم ممثلة تونسية معروفة هي ممثلة ومخرجة وأستاذة مسرح خريجة كلية الأداب بمنوبة ضيفتنا وحيدة دريدي هي مغرومة بالمسرح وتلمذت على يد كبار الممثلين كيما محمد دريس شاركت في برشا أعمال مسرحية منها عشوي عسل وشاركت زيدا في عروض الفداوي انت منين جيت؟ مظاهر ما تشمها الدوائر قالها راني جيت من هكا منين من هكا قالها جيت من غرب أبدعت في برشا أعمال تلفزية أبرزها من أجل عيون كاترين المسلسل اللي عرفها بالجمهور بقى حاجة واحدة بنتي أنا أكبر منك في العمر واللي تعدى على رأسي مش شوية رد بالك تحط حجراتك الكل في حيط واحد ثم برشا أعمال تلفزية أخرى كيما عند عزيز حسابات وحقابات شوف لي حل وأولاد مفيدة المسلسل اللي خذت فيه دور بطولة ونالت إعجاب الجمهور علي علي أكرر علي حرام عليك علي يا سليم حصلت ضيفتنا على جائزة أفضل ممثلة في الأعمال الرمضانية عام 2015 و2016 من جهة أخرى تقلدت مناصب إدارية مهمة كمديرة دور ثقافة مختلفة ومديرة بمركز الثقافة والفنون بقصر العبدلية روحت عزيزية أيا مرحبا بي توحشتك وحيدة دريدي ممثلة معروفة أثبتت وجودها وعملت مسيرة فوق ال 25 سنة فيها برشا نجاحات شنو يا حوالي؟ الحمد لله لاباس عليك؟ الحمد لله عايشة بعد 10 سنوات غياب على الأعمال الدرامية في التلفزة الوطنية هكا ولا تقريبا 10 سنين 10 سنين على التلفزة الوطنية علاش الغياب ساعة 10 سنين على الوطنية؟ علاش 10 سنين ما رينكش في الأعمال الدرامية على الوطنية؟ هي في ال 10 سنين ما أنتجتش برشا الوطنية ما كمان كل عام عمل وهذا يقعد للمخرج المخرج اذا كان تسنى له يراني في دوري عيط لي اذا ما لم يتسنى له ما علاش باش يعيط لي معناها دونك اذا ما رانيش في دور ما يعيطليش في الفتره هذه انا خدمت في اماكن اخرى في قنوات اخرى لكن ديما تقعد التلفزه الوطنيه هي التلفزه الام اللي طبعا بالضبط. اللي بدينا معاها احنا من اواخر التسعينات بديت من اول مره مع سلمى بكار في نساء شهيرات وبعد مع المرحوم عبد القادر الجربي ومن بعد سي المنصف بلدي من بعد سي الحبيب مسلماني اللي نحييه اللي هو استاذي الكبير اللي خدمت معاه برشا اعمال وعملنا برشا اعمال مختلفه معناها تقريبا ما يعادل 12 مشاركه في الوطنيه معناها استانسنا بيك في اولاد مفيده مدام وحيده بشكل انك دخلت لديارنا ولينا نعتبروك مفيده معناتها انا بصراحه
ما نجمش نقبلك انا لو كان راك في شكل اخر مختلف على اولاد مفيده تلما اثر في اثرت فينا الشخصيه هذيك نقول زعما نقبلها مادام وحيده في دور اخر مختلف تماما في الجبل الاحمر مثلا امتداد المفيده والا خرجت كومبليتمون في الجبل الاحمر لا مقارنه معناها الشخصيه مختلفه هي ام تقعد دائما في دور الام لكن ام مختلفه تماما على مفيده يعني ما عندهاش علاقه بال ما عندهاش بنفس الشخصيه ولا الكتابه الدراميه اللي تكتبت لا لك في بالضبط مش لا, هي بيدها. لا لا مش مختلفة. هي بيدها هي مختلفه هي ام نمط اخر يعني نوعيه اخرى نستناه في مسلسل جيد حسب تكهنك على الاقل خاصه بعد نجاح مسلسل حرقه عمناوي مع ربيع التكلي الجبل الأحمر كم سيناريو هو مسلسل رائع جدا والسيناريو مكتوب بطريقة جديدة في الكتابة التقنيين الموجودين والمخرج والاسيستون موجودين ناس تري بيان كاليفيي واللي قاعد نشوف فيه نخدم انا راهو مانيش دور بطولة في المسلسل هو أي. مشاركة انا عاملتها يعني لكن اي يعني ده مشاركة مش لكن دور بطولة. اللي راه فيه انا يتصور قدامي هو عجبني برشا المشاهد كلها اللي شفتها وانا نقول باعتبار انهم اللي شاركين كلهم دي جون من اللي سيناريست للمخرج للبرشا وعندنا برشا وجوه جديدة زاد في جبل الاحمر فنقول انا متأكدة انهم ان شاء الله ينجحوا وان شاء الله تبدا فما نصر الدين السيلي ماهوش وجه جديد لكن نصر الدين من الممثلين الحلوين برشا ماهوش وجه جديد جديد نصر الدين نصر معكم الدين كممثلة أي ممثلة كممثلة مش مخرج أي ممثلة مش مخرج فوالا بالضبط في المسرح العنوان استفزني شوية خيشالويجا خيشالوجيا خيشالوجيا لا لوجيا أوكي نفهمك أما خيشة أي فما شوية سياسة فما أي فما شوية سياسة في الاسم أي فما اما مش سياسه بمعنى سياسه لكن إيه نحن خيشالوجا هي على انقلاب القيم معناها يعني انقلاب المفاهيم وما اكثرها في زمننا تو دونك تتقلب المفاهيم دونك احنا كل ما نطلعوا بطلعه غير منطقيه ما فيهاش مبادئ ما فيها حد شيء نطلعوا لها اسم جديد معناها اذا كان انتهاز نقولوا ليه عنده الحق لان الوسيله تبرر معناها الوصول للغايه ودرشنيه ونبداو ننظروا معناها تقول خيانه للشخص مثلا خدمت معاه برشا سنوات وتعملها كان بعد تخون وتقول ليه قدر احنا ما وقع سوء تفاهم ولانه هو بغير ذلك وتحولت الى اسم خيانه ما سمهيش تحولت وحضور فما خيانة سي خيانة ما تنقلبش ولا فما مبادئ انك فما اشياء لا تباع ولا تشترى ما تنجمش تبرر لي علاش تتباع وتشترى دونك في خيشة لوجيا السيد هي انجيو فيها رجل وامرأة السيد حط كل شيء للبيع نصبة فهمت كل المبادئ للبيع مرتو فام دو ميناج دونك خذيت هاللي كل شيء للبيع وحطيته في صلب الخيشه باش باش تنظر للمفاهيم الجديده التي هي لا تتجاوز مستوى سامحوني في الكلمه طبعا الصل والمسحان معناها اي لا علاش سامحوني الصل والخيشه تتقال. اي معاك طبعا تحيه لكل النساء العاملات في قطاع النظافه راهو الشخصيه كي اخترناها انها امراه نتاع تنظيف ما عندهاش علاقه بالمسرحيه يعني بمعنى المفاهيم اللي احنا نحكيو عليهم مش فيهم اساءه للمراه لا العامله لا 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 بالعكس بالعكس هي اللي تدافع احنا اخترناها باش تدافع على المبادئ باش تدافع على المبادئ قولي مدام وحيده نعم. انا رايك اكبر حجم في مستوى الاعمال اللي قدمها اكبر بكثير مما قدم اليك صراحه لا. بما فيهم مفيدة في أولاد مفيدة حتى وحيدة راك في عرش مسلسل عربي ضخم في شخصية مركبة كبيرة في أدوار بطولة مطلقة جودي بيان أدوار بطولة مطلقة مش مشاركة ولا دور بطولة صغير لا 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 أدوار مطلقة تراش أنه إما ما جاتش الفرصة وإلا ما همش فاهمين كي مفيدة أخزر قلت مفيدة ريت والله قفرجي قالوا لي يا مفيدة أي مفيدة أنا قعدت في أنا وحيد نعيط لها مفيدة راهو هكا بالحق ما فهموكش وحيدة وإلا التو مجاه الدور هذا بصراحة بصراحة معناتها نحكي معاك بالفلاقي اي هو راهو اخضر احنا مانيش كيما مصر ولا سوريا ولا تركيا ولا حتى ولو أي لا باش نفسر لك نوعيه الكتابه فمع بيد تكتب بذمه الممثل تجي تعيط للممثل تكتب له السيناريو خاص به
هذه الدول عندها تصنيع وتخرج كل ممثل حاجه معاك لهنا على كل ممثل تخرج له حاجه اللي هو شخصيته والكل. احنا كيفاش نخدموا في تونس؟ احنا ما عندناش تصنيع وعمرنا ما كان عندنا منهجيه ولا برنامج للتصنيع ولا عندنا برامج اصلا عندنا شيء. فشنو اللي يصير؟ يجي سيناريو مكتوب قصه ويتوزع وتوزع حسب ادوار. وبما انه احنا عندنا ضيق وقت دائما وابدا نزربوا بالطبيعه نزربوا دونك شنو نقولوا؟ هذه مثلا خدم حاجه تشبه هاتوا فهمت. هذه ما عندناش وقت باش نحضروه للدور هاتوا على خاطر مازال 15 يوم للتصوير دونك والادوار من بعد تتوزع بهذه الكيفيه وحتى النص يتحور يقع تحوير توتولون بناء الدرامي تبعاود ونعرف الممثلين اللي يصلحوا ويزيدوا من عندهم موجود هذا وحاجة باهية مش خايب. لكن مفيدة علاش هي تعاملت؟ لأنه سامي كتب بذمة وحيدة. أي كتب لا كتب الوحيدة الدريت فوالا كتب بذمة وحيدة وهذا اللي يقعد ديما لسامي هذاك علاش لالا قعدت راسخة وهذا هو سؤالي. أو سامي أول حاجة دائما نحييه لأنه أول حاجة كتب سيناريو الوحيدة دريد يعني شخصية خدمة الوحيدة. الأولاد كانوا حلوين وأعطوني برشا من عندهم في المسلسل. زاد فما حاجة أخرى أنه المخرج يستمع كي تبدا تحكي معاه وتقول له أنا راه هكا أو أني راه هذا هو تغيير دونك يستمع تولي تهز العمل وتقدم به. العمل الدرامي يعني يكون راهو عمل متكامل ترافاي دو جروب. احنا مازلنا ما عندناش النوسيون دو ترافاي دو جروب. راهو في فما منافسه بين الممثلين كي تبدا الاعمال مختلفه. تبدا مختلفه وكبيره زي وكبيره برشا. معناها مثلا هيفا موجوده في مسلسل وانا في مسلسل فما منافسه نقول انا نخلي المسلسل نتاعنا ينجح خير او طبعا المنافسه الراقيه نحكي. اما ما نجمش نكون انا واروى مثلا في نفس المسلسل نقوم انا نعارك في اروى او ننافس في اروى ما تجيش. لازمنا نتكاملوا باش العمل هذايا ينجح وتقف مع اصحابك وتعاود المشهد حتى ب 30 مره وانك باش تحاول انك تنجح. تقعد من بعد تقول لي اعمال عربيه نقول لك نقول لك انا لم يقع الاقتراح وانا مانيش من النوع اللي مهاجر مستحيل ولا. انا لا معك. اخرج عن وطني. صارت انه مشيت ضيفه شرف مع مهرجان الهيئه مع الهيئه العربيه للمسرح المهرجان القاهره كان فما توينسه غاديك يخدموا واقترحوا عليا اني نعمل لقاءات ويحاولوا انهم يلقاوا دي سيناريو ويكلموني عليهم. قلت لهم انا راني موجوده في تونس وعندي السي في نتاعي في تونس ومن يحبني يجيني فوالا يريد يتعامل معايا يبعث لي ميل فيه سيناريو فيه المعطيات الكلها وفيه زاده اسماء محدده أسماء مش ممكن تبعث لي اقل من المستويات اللي انا نجم نتعامل معاها. بيان وعندك الف حق. هذا هو معناها باش نوصل معاك بعد مدام وحيده في قلت والا لا. أي؟ قلت كلام والا لا نعرفك مسالمه ولا عمرك لا دخلت لا في كلاش لا سبيت فلان لا عطيت موقف من فلان ولا انتقدت زملائك. جامي دو لافي تلقى موقف مدام وحيده الدريدي معناتها تشابك في حد مستحيل. لا انا حتى كي يقولوا حاجه ضدي ما نجاوبش. فوالا ما تجاوبش يعطيك الصحه. نرجع لك من قبل هذايا باش نمشي لملك التيك توك هشام النقاتي. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Hey, bravo! Hey, son. Thank you.
هشام في الاستوديو ما قداش السيد راهو في الطبعة معناتها في القاعة في التراب يعمل في هذاك رد بيت اي عبد ما جبتولوش كي تحبوا على التراب جبتولو التراب خليناه والكونتوني نتاعو في تيك توك هكاك الرجل هكاك لا بلا فيديوهات وكله ضارب 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 توندونس على تيك توك ما تصورش شكون فينا يا علي قاعد يتبع في الفيديو شيخ بالضحك على الاخر بلها شكون هادي سكت اليوم ما عجبنيش والله ما عجبنيش ما عجبني لا عاقل هادي اليوم يوري في وجه السوق لايف هذاك يلا مرحبا بك نزار الطرابلسي برنامج هذايا ومضى شهريا للبرامج نتاعنا راهو بالحق معناتها عندنا بعض البرامج اللي يلزم الناس يشوفوها ويتبعوها انا بيرسونيلمون انيماتور جديد الساعه انضم لنا قلنا نقفوا معاه وندزوه ونعاونوه ونعرفوا يا خويا بالماتير نتاعه واخويا واهل مكه ادرى بشيعه والاقربون اولى بالمعروف مرحبا بك نزار فكره حماه الوطن كل نهار حد على قناه كارتاج بلوس براتيكمون عندك اون برايم تايم ايميسيون دو كابسول دو روبورتاج معناتها سي با ان بلاتو حاجه جديده ديجا في كارتاج بلوس كيفاش جات الفكره نزار؟ هي حماه الوطن عمرها اربع سنين والفكره نتاعها انها رينا ديما في تونس للاسف وكنا نحكي قبيل على هشام ديما عندنا احباط لعزائمنا عندنا مشكل نفيو على البراني ديما البراني راهو بارفي واحنا خايبين على الاخر وديما ما نوريوش الوجه البوزيتيف الكاس فيه شطر مليان وشطر فارغ انا نحب نوري شطر المليان ونحب نسلط الضوء على الناس اللي تخدم وتتعب باش تحمينا باش بالحق انا نحكي على العباد راهي تقدم تضحيات كبيره مش كان في السلك الامني راهو في كل القطاعات في كل بلاصه نعتبر الناس هذوما يستحقوا ان نسلطوا عليهم الضوء ونحكيوا عليهم. اما اللي ريتو نزار وبعد اذنك حسيتك معناتها كيفاش يقولوها عندك لي مويان الحق انا ريت زاويه اخرى من الخدمه، انا ريت برامج تهتم بالاختصاصات الامنيه كل سواء كان حمايه مدنيه، حرس وطني، جيش، شرطه كذا. معك انت نزار حسيت فتحت لك البيبان اكثر بصراحه سانسيرمون وهذه حاجه باهيه راهو. خاطر ساهل اليوم باش تعمل روبورتاج نتاع مطاردات ونتاع درا شنو وشويه شو وشويه كذا، لا ريت فما زاويه اخرى مهمه هذه. باهي انا بما اني خاطر ننتج في البرنامج نتاعي بالسوسيتي برودكسيون انا عندي ديبلوم في الاخراج الرياليزاسيون نتاع ليميسيون نعمل فيها نخدم على الفيكسيون كما تشوفوا حتى في ليزيماج وكل شيء نستعملوا في تقنيات متطوره انا نركز ياسر على المعلومه بعيد على الشو بعيد على الاكسيون على خاطر المواطن يقص برشا معلومه على البلاد نتاعو يعني على كل بلاصه مثلا نحكيو كيما المطار العباد اكتشفت برشا زوايا في المطار عملت برشا ضجه في المطار ولين حتى فما فنانه تونسيه معناتها بريسك عملت جي 20 ستوري وحكيت على الحلقه واثرت حبر كبير وقعدنا جمعه كامله نحكي في السجيه هذيك نتاع المطار. حماه الوطن هو في برشا خدمه فما فريق يسهر كل يوم راه ما تشوفوش في يجيو فيديوهات ساهلين هكا نخدموا 24/24 نسقوا برشا مع الادارات مع المؤسسات نتاع الدوله. نحب نشكر جميع معناتها الوزارات اللي قاعدين يعاونوا فينا ويقفوا معنا. فتحت لك البيبان زاده حاجه باهيه. شو نحكيو على فتح شو وزاره تفتح باب المنتج شاب باش ينتج برنامج الا وانه خدمته باهيه والا وانها عندها فيه ثقه هذا هو قصدي راهو. حاجه باهيه مي للاسف مش الناس الكل تخمم هكاك علي. لانه نعاني في الفتره الاخيره. من شنو؟ باهي من كلمات من لي كومونتير فما عباد تهاجم فيك تهاجم فيك على كي تشوف هكا عاون النظافه قاعد نسلط عليه في الضوء ونحكي على عباد تتعب اللي تتعب كيف هذوما عباد هاك تمجد في السلطه هاك ما يفرقوش ما بين دوله اي اي لا صحيح ريت جاوه برشا ريت برشا تعليقات على انه يبيض في وزاره الداخليه ورئيس الجمهوريه وحيدك كنت باش تقول حاجه خليني نحكي على حكايه التعليقات أو التبييض أو إحنا ديجا في تونس أي حاجة تعملها راهو سيقع الهجوم عليك لأنه هكا مبنيين معناها لكن هذا ما ينفيش اللي عندنا في بلادنا ناس باهين وناس يشجعوا وناس يحبونا وناس دائما يقولوا الكلمة المزيانة اللي هي إحنا نعتمدوا عليها ونقفوا فيها. بالنسبة لحماة الوطن أنا من الناس اللي نحترم الزي الرسمي برشا ونحبهم برشا ونقدرهم برشا نقول لك إحنا نعملوا في تورنيات عليه نخرجوا في المسرح فهمت برد شتاء والليل ونشقوا الكياسات في الليل ونشقوا الدنيا باش احنا نقفوا نعملوا عرض من الشمال للجنوب. شكون اللي واقف في السرد؟ شكون اللي واقف في السرد؟ شكون اللي واقف في الخلاء؟
شكون اللي انت نهار اللي تيح بان لا يقدر تطلبه باش يجي يقف معاك؟ الديوانه التونسيه بخلاف الحرس الوطني اللي هو المرور، نحكي على كامل القطاعات والاختصاصات، الديوانه التونسيه تلقاهم في الخلاء، الحرس اللي هما يبداوا في الحدود او الحرس الحدودي المناطق الحدوديه، يا اخي هو يبدا قاعد في قلب الصحراء ياكل في قدمه خبز وحشاك العقارب والحنوشه تحت ساقيه، عادي انت تقعد تقول له بارك الله فيك في قلب في تنقب الشمس تنقب الراس ساعة ساعة. أنا نأكد لك ما ينجموش يتحركوا في الصحراء من غير بوصلة. أي من غير بوصلة، لو أنه ما عندوش بوصلة ما ينجمش يرجع للمكان اللي كان فيه، مضاع وأعوان. فهمت شكون اللي يواجه؟ لو كانت تصير مشكلة احنا في أي حومة في أي حي في أي بلاصة، إذا كان أنت ما تقدرش عليها أول حاجة باش تعملها تقول باش نطلب الأمن. وحيدة المشاهد اللي ريناهم الناس الكل في ملحمة بن قردان، ترجمة لكلامك بالضبط، ريتهم الناس كيفاش دافعوا على بلاد. هو سهلة باش تفك بن قردان هو، ولا تفك ولاية مدنين، ولا تعمر إمارة إسلامية في تونس. تي أضغاث وأحلام، معناتها تي ناس تحلم تي فورناهم في قداش في ستة سوايع تفوروا مشاو كل على بعضهم، صواريخ وأسلحة ثقيلة وهم مزرق، وتفاوروا عنا جنود أباسل بالحق أشاوس دافعوا على البلاد. فما شهداء والمواطنين معاهم. والمواطنين معاهم، ريتهم ما يخافوش من الكرتوش، الآخر يضرب يعمل له هكا، الكرتوش بتهدي ويعمل هكا. المواطنين واقف يحمي في ظهر الأمني، واقف معاه. إي بيان سور. تحية للأمن الكل بربي تصفيق عليهم. بيان سور، في كل الاختصاصات شوف، جيشنا الوطني، الأمن، والديوانة. واللي يقولوا هزوا في القفة خويا إيش نقول لك؟ ها نقولوها بصراحة. أنا واحد من الناس. أكبر هزاز قفة للجيش، للشرطة، قفاف للحرس، قفاف للحماية المدنية، قفاف لشرطة النجدة، قفاف للأمن الكل، وأفتخر. وهيك استنى أنا جاي، وهيك صاحب التحية للأمن، هاو يقول لك يا ولدي يعرفها الكل، العدلية على التفتيش، الناس الكل تعرفهم، هادي كل يا هادي خذ كلمة. تحية ليهم، تحية ليهم والله. آخر حاجة حيرت لنا المواجع يا نزار، ريت آخر حاجة باش نقولها، احنا لازم نكون فخورين احنا كلها يعني الأزياء الأمنية وكل الاختصاصات، لكن زاد لازم نفتخروا بالجيش نتاعنا. باش نقول لكم علاش، باش نقول لك علاش، مش فقط لأنه يحمي كبير مش خاطر يحمي في الحدود أو يحمينا احنا أو لا لا، لأنه الجيش في تونس شفت من 2011 قداش صارت مشاكل. شفتش يوم الجيش التونسي يهز يده على مواطن؟ ابدا شفتش يوم انه حتى لو كان تجاوز المواطن يقف قدامه، يقف ويطلب منه بكل سلام انه يبتعد على التجاوز، وعمره ما يرفع يده. طب. الجيش بتاعنا هو اسمه حامي العرض والوطن والارض، وعمره ما يمس مواطن. نرجع لك نزار، اسمع صاروا شي حاجات حساسة وانت تخدم كواليس، حاجات اللي ما نعرفوهاش خاطر راهو كان في التصويرة الظاهرة ما خفية، هل صحيح مثلا فريق البرنامج تعرض للاعتداء؟ اي صارت لنا برشا حوادث نجم تقول واعتداءات، على خاطر قاعدين نخدموا في ونعملوا في واجب نتاعنا، خاصة كي تهبط الطيران باش تصور المسيرات بالمكثر، معناتها كي تبدا تصور تبدا انت معروف تاع برنامج حماة الوطن تتعرض للاعتداءات والسب والشتم هذه متواجده، ويقول لك يا عميل الرئيس وكذا وكذا. من شكون نزار؟ باهي باش نقول من شكون قبل ما نحكي، نحب نقول نزار شكون. انا بديت في الديجيتال، نخدم على الديجيتال، التكوين نتاعي قانوني، ليسونس ابليكي دروا بريفي وليسونس جوريديك، نما كان بالمجالات القانونيه ونما كان بالقانون. الغرام نتاعي هزني للتلفزه، قبل كنت ضد السياسه، ضد السياسه، ونعتبر مفهوم الديمقراطيه في تونس يطبق بالغلط ويغلطوا فينا، خاطر الديمقراطية هي السلطة للشعب. احنا عندنا حزب يشي يشد الحكم، يعطي السلطة لجماعته، ويجي شوية رجال أعمال يدعموه في الحملة، وهذيك هي اللعبة، وكل واحد يقسم شوية الخبزة، والمواطنين يقعدوا هما بيدهم. أنا اللي كنت نقول في الفيسبوك، شبيه ما فماش مترو في التوزر اللي حكينا على الجنوب وحكيت على الصحراء، عليه الإنترنت توصلهم آخر ناس، فيبر أوبتيك توصلهم. أي علاش؟ التساؤل هذا ما منطقي. على خاطر كانت هاي العملية السياسية اللي يحبوا توا يدافعوا عليها ويحكيوا على الديمقراطية ومتغشين عليها، على خاطر كانت اللعبة كلها هي حزب، قداش حزب يمثل يحط فيه امين العام نتاعو وكذا وكذا، يحط ناس وعائلته هذاك نسيبه كل شيء، وراهم برشا يبيعوا حتى النواب الناس اللي انتخبتهم، يقول لك انا الحزب هذاك ما نحطش ايدي في ايده، ومن بعد ما يكمل الانتخابات وياخذ الكرسي يتحالف معه. يمشي يتحالف معاه. انت ايش دخلك في السياسه نزار؟ شو نقول لك انا ايش دخلني؟ باش نقول لك علاش اليوم بالذات لقيت واحد يمشي عندي تقاطع معاه،
انا الرئيس اللي ما تعرفوش عليه وما تحكيش جمله في التلفز جمله. الرئيس قيس سعيد كان يخرج بكرهبه خرده ما عندوش البهجر البهرج البهرج. الناس اللي كانت تخاطب البطون ما نحبش نسمي احتراما للقانون، الناس في الحمله الانتخابيه اللي تخاطب البطون وتمشي للحوم تحكي لهم على المقرونه وكل شيء كان يخاطف العقول ومشى للشباب نتاع الجامعات ويسال فيهم وياخو ومشروعه استنبت من غاديك وجاء من غادي. انت بالاساس راك اعلامي المفروض تكون محايد به نزار، علاش انت اليوم صرحت لي بتصريح معناتها فاجاتني انك مع باش نقول لك علاش انا اليوم ضيف انا شو قلت لك عندي موقف مثلا ما نقولوش عليه عليه انا في برنامجي في برنامجي احترم نقول ما نحبكش تتحسب زيادة ما يسالش انا باش نقول موقفي وانا اتحمل مسؤوليه. انا ما ندافعش على الاشخاص، انا ندافع على مشاريع وفكره. المشروع اللي نحكيو عليه مشروع الرئيس جا سال الشباب جا الاروى جا هشام وكل قال له شنو المشكله. تخيلوا الشعب اللي يحكيوا عليه كل يوم ويحبطوا فيه يقولوا الشباب هذايا ما عندوش مخ. شباب اول حاجه طلب المحاسبه في القاوية نحكيه راهو تمشي للحوم قالوا له راهو المحسوبيه والفساد استفحل في البلاد. يعني متحمس للموضوع هذا الساعه انت مؤمن بالمشروع هذا؟ مؤمن به. ايه نعطيك المجال ونخليك وانت حر في هذا. اما قلت لك راك صحفي بالاساس خليك محايد. اليوم ضيف، اليوم نزار الانسان هو اللي موجود. أيوة. وكلنا عندنا جانب انساني حتى ضيف حتى ضيف يعني في برنامجي في برنامجي مثل ما طرحت شيء يثبت هذا في برنامجي. هنا غلبتني ايه؟ لا هنا غلبت كتخل حماية الوطن كنت تلقى كل موقف مواقف نتحمس قوليت بكل حياة بربي نزيد جملة. رئيس الجمهورية اللي قاعد يتاكيو فيه الناس ماكش تتاكي في رئيس الجمهورية تغرق في البلاد. أنا نحير في ناس تمشي تتهم شعب كامل بالعنصرية باش يغرقوا بلاد كاملة. أنا مانيش فاهم الناس هذوما يحبوا يرجعوا للسلطة. يا أخي نساوي وحيدة قاعدين رمضان من غير حداد. نحن قداش مرة مؤسسة اللي قصوا عليه عليه خاطر هكا الراعي اللي قصوا له راسه والجندي اللي فجروه والأمن الرئاسي في العاصمة والمرأة التونسية اللي البارح نحكيوها أروى على عيد المرأة اللي مرأة مشرفتنا تفجرت روحها في حبيب بورقيبة. راهو ماكش عارف يا علي رانا عانيو واليوم يحبوا يرجعوا للسلطة. راهو الأحزاب اللي نحكي عليها هذيا راهي عملت فساد كبير توصل الناس هذيا ونتحمس مسؤوليتي والشارع وندور في الشارع وميكرو تروتوار يوقفوا علينا راهو الحليب وقفوا علينا كل شيء بالعاني باش يغرقوا البلاد. نزار انا نحترم مواقفك ورائك، عندي سؤال حم تجاوبني عليه بكل صراحه، شنو هو السبب اللي خليك تعمل برنامج كامل البرنامج هذا؟ فقط نحب نفهم باهي على خاطر قبل كل شيء انا راني اليوم اول مره نحكي. ثلاث مرات تعديت في حياتي، تعديت مع دوامه وتعديت في برنامج اخر راس العام، هذه ثالث مره ونرفض. وراهو حتى قبل ما نجي لهنا جاتني مرتين لانه عندي موضوع كبير قاعد نحكي عليه ما حبيش يمشي للاعلام، احتراما للبلاتو هذا واحتراما اللي كنت عليه خاطر عندي ثقه فيك باش يتعدى كلام. لاني كان نمشي قناه اخرى مش يتعدى كلام. لا لا يتعدى كلامك نقص منه حتى على خاطر يخاف. انا راهو كي يجيني يضيف يبدا يحكي نقول له هذه راهو باش نقصها لك، راني نقصها له ونقول له راني باش نقصها لك وتتقص. اما كي يقول لك راني ما نقصها لكش وراسك انت ما نقصها لكش وكان نقص حاجه الا اذا كانت تخليني مدعاه معناتها تحت طائله القانون وقتها نقصها. معنى تذكر لي اسامي تتهم اشخاص نقول لك راني نقص. انا ما نذكر حتى اسم. اي تفضل. باش ما نشهرش خاطر قالت اروى قبيله عندهم عائلاتهم وعندهم ناسهم حتى كانوا مذنب فما القضاء هو يحاسبه وبعد ما يصفي ويتعدى مراحل التقاضي الكل وقتها نقولوا عليه متهم ولا مش متهم ولا عمل. انا اليوم عملت حماية الوطن ورغم اني خذيت برشا ملفات فساد، الرئيس يحارب في الفساد، عندي اربع ملفات. نهار اللي ذكرت الملفات هذوما بديت يتمثل البرنامج، انا مرتين جيت نقرر نوقف البرنامج، زي ما حكيتش الجمله. علاش؟ على خاطر فما ضغوطات. انا فما مسؤول. لا 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 دقيقه عاد لا ما تقول لي ما نقصتك حتى شيء من عند شكون؟ شكون ضغوطات من مسؤول مسؤول في الدولة شنو؟ شنو؟ وزير قل لي وزير كاتب أقل دولة أقل من وزير مانيش نسمي الوزارة احتراما لمؤسسة الدولة ولكن المسؤول هذا شقال قال لي اخرج من القناة هكا قال لك اخرج من القناة عنده مشكل مع القناة. اش قلت له أنت؟ قلت له أنا بالنسبة لي عندي حرية ذي وسيلة إعلامية قال لك أنا ما نعطيكش يعتبر وزارته ما تستحقش انها تتعدى في حماية الوطن، اصلا ظاهر لي ما يعتبرهمش هما حماية الوطن، وقال لك ما نعطيكش 15 مطلب واربع تذكير ونطلب وموصي الجميع الكل وما نتعداش ونتفاجئ بعد قناة أخرى صديقة ويربي معاهم ويربي يعطيهم، فكرتي لي أنا 15 مرة نصب ما ناخذش فيها ترخيص يصوروا فيها توا والبرنامج مازال ما بداش في قناة أخرى منافسة ونفس فكرة البرنامج. خليه خويا اللي يعمل خير ميسير. يعطي فكرتي. لا تشكي فيها هاكا هاكا فما خيانة مؤتمن فما فكرتك مسجلة فما جمعية حقوق التأليف تعرفش علاش نعمل هكا ولا ايه؟ لأني أنا قدمت شكاية وقلت السيد هذا متهم بالفساد
ومعينوا شخص الآن متهم وعنده شبهة تآمر على الدولة، والشخص ذي عندي عليه أنا الأدلة، وهاو أنا قدام الناس متحمس وليتي راني مستعد باش نقدم الأدلة اللي عندي الكل، هذا كما صارت ليش حاجة. إذا سمحني باش نقول لك راك حطيتي ديك درك داخلي لعش الدبابية. مش مشكل على خاطر سمحني أكثر من الرئيس اللي عمله. استنى أرزن بلا معنى، مش نخوف فيك ولا نهدد فيك ولا نقول لك تنازل على مبادئك. افصل بين الإعلامي وبين الشخصي وقت تنجم تلقى الثنية. راه نجاوبك وقت الإنسان خاطر إعلامي يولي مهدد وما عادش ينجم يخدم، ما عادش تنجم تخدم لهنا. أنا البرنامج حماية الوطن قدمته في قناة أخرى وخذيت بروميس وبديت نحضر وبديت نصور في التيزر نتاعي. يكلمني مولا القناة هذية هو يسمع فيا ويعرف من سويسرا وعندي كل شيء الاتصال، قال لي برنامجك استقصائي وباش يفضح الدولة وكذا ولا. قلت له باش يشكر في مؤسسة الدولة. قال لي سامحني على برا ها ونقول له قناتك كبيرة هكا. قال لي نتحمس أوليتي أقسم بالله العظيم يا عم. ما نستغربش، لا ما نستغربش، المسؤولية عليك أنت معناتها أنت طبعا. أنا اليوم وزير داخلية من بنقردين، جبدنا على الملحمة وبنقردين. قال اللي في مجال أعلام فما مرتزق احنا نعيشوا فيه نعرف. قلت لي هذايا اسمعني شوف علي شوف. مش ندافع عليه باش نقول كلمة. لا لا أنا حضرت في قناة، أنا مشيت للقناة وخدمت فيها. فيها ناس تجيب في فلوس في شكاير، وفيها من بعد فيها هذوما الجمهور وعبيد ما همش خالصين والتقنيين مش خالصين. اليوم يعطيوا كل الناس وما كهاو خويا. باهي ما نجبدوش. شوف شوف اسمعني 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 نزار، نعرفك متحمس برشا، وكان حتى مش انت برك حكيت على الكارتلات، انا حكيت على الكارتيل زاد في مجال الاعلام ها، وحكيت دي كارتيل يرتقيوا الى مصاف الجرائم المنظمه. معناتها خلينا مش موضوعنا هذا، انا موضوعي علاش عملت البرنامج هذا انت وما جاوبتني. حماية الوطن اي علاش الهدف منه باش نختم معك على خاطر علاش. شوف خاطر العباد اللي تتفرج توا في التلفزه وما تعرفش اللي قاعد يصير في الكواليس، ما مشاوش معايا ما حضروش. عندكش حاجه وريها لنا في الكواليس خلينا نشوفوها. ومنيتي نهزكم معايا خاطر ما تتوراش. خاطر يا اروى لا يتورى، لا سامحني يتورى كارك جبت ربي لحظه. راهو بالحق راك ما دخلتش معايا لدار شهيد، راك ما ريتش طفل صغير وربي ان شاء الله يتربى في عزك ولدك يعيش. راهو التوا عمره 5 سنين سي. ما يعرفش اللي بوه ميت ما يعرفش في بيت. راهو يستنى فيه يجيب له لعبه يسخيبه مسافر لبرا. كلامك صحيح يموتوا على خاطرنا يا اخي. شنيا توا ما عرفش نفهموا الريح اش قاعدين نعملوا. صحيح لا هذا صحيح يا اخي بالحق يا اروى. كي تمشي تشوف انت اللي تشوف فيه تفكر تصويره الراعي اللي تقطع راسه في الفريجيدير اللي امه ليله كامله بايته مع راس ولدها على راس ولدها في فريجيدير. اي تتفكر وقتها باهي باهي اش عندنا هيا برا نبدلوا ساعه بساعه هيا هيا برا نعملوا جو يا سيدي. وين نمشي وين نمشي وين نمشي بلاين تيست يلا. يلا اللحن الاول نسمعوه مع بعضنا ونطلعوا الاغنيه يلا. احنا قبيليك قدمنا خطوه صحيح هو كنت تسمع في الغنايه هكا ولا لحظه برك مازلت ما كملت السؤال. شكون اللي يغني في الغنايه هذه يعرف في شيء ولا شكون اللي كانت تغني في الغنايه هذه؟ هيفا وهبي. كلهم هيفا. انت في بالك مدام وحيده يفادنك راهو يحكي بجد. قال لك هيفا وهبي، هيفا وهبي اللي كانت تغني. قاعدين نقدموا هادي بالقدا بالقدا. هاي تبع معايا توا نسمعوا اللحن الموالي يلا. هيا صعيبة شوية راهي من بعد زين. ما طلعتوه
يستنى الممثل ألان دولون. ألان دولون. ألان دولون. توا هو راه اسم المطربة تذكر وسميناه ثلاثة مرات، سميته واحد وسميته أنا وسميناه وسميه هشام. عينيك فيك شاهد الله عليك. شكون المطربة اللي كانت تغني؟ البارح الأغنية هذيا. أي هذيا. هذيا البارح برك كانت تغني معايا في بواطة تغني. هي جات تغني معاك؟ لا لا حطها ديسكو. إيش اسمها المطربة اللي غنت معاك في البواطة البارح؟ هيك علاش طلبني الأربعة نتاع الصباح ونبى عليك. نبى عليك واش طلبني الأربعة نتاع الصباح. ما عندك حد المرة هذيا؟ ما عندك حد؟ لا ما عندي حد. لا لا ولا هذاك. أي شكون اللي تغني في الغناية هذي؟ شكون هادي؟ حتى هيفا فعكشتني الليلة. هيفا عكشت. تعرف ولا ما تعرفش؟ شكون اللي كانت تغني في الغناية هذه؟ تي قلنا اسمها احنا، قلنا اسمها، هشام قال اسمها، مدام وحيدة قالت اسمها وأنا قلت اسمها. تي علاه يا رسول الله هيك؟ داليدا. شكون اللي تغني في الغناية هذه؟ داليدا. والجواب صحيح. لا شكيت هكا مشيت. ما تشكش يا ودي، قاعد تقدم مليح راك. يلا نمشيو الى اللحن الموالي. طب أنا عارفه باش يطلعها. يعرفها. عينيك فيك شاهد الله عليك. صابر الربيعي. صابر الربيعي. يا باي. ملي بديت الغنية. توا اللي كان يغني هذا صابر الربيعي. هاي باي. جدك هذا؟ ركز معايا هذا. هكا توا. علاش قلت صابر الربيعي؟ خاطر هو فنان. إي. ستار اكاديمي هكا تو ولد صفاقس يا حنين. يا الله الله يا صابر. الله الله هني يا مالك وانت لا من صوته نطلعوا. قالك من صوته نطلعوا ما فادلكش. من صوته فاهموا بكل ثقة. لا شكون اللي غناها؟ صابر الربيعي. طيب نقدم يلا جاوبوا. هذه الهادي باش يطلعها ما تقولوليش ما يطلعهاش. هذه الهادي باش يطلعها خاطر هذه جو. انا نعرف مخو وين ساكن بالضبط. هذه كل حكايه فارغه قدام اسم شكون المطرب ولا المطربه اللي تغني في هذا. هذا مطرب ظاهر عاد. هذا مطرب يا مطرب. اشكون فنان شعبي. اشكون شو اسمه؟ اش اسمه؟ الاسم نتاعو هاي خذ دقه على قد عاد. دربي دربي ولا اش اسمها؟ دربي دربي يا مولالو تيلا. سربي 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 سربي. اشكون الغزي؟ اه قربت. اه والله مهف.
مادامك مشيت للغز هو من البلاد اللي فيها الغز من ولاية القيروان والستيل اللي غني فيه ستيل الغز وهذا تلميذ من تلاميذ اسماعيل الحطاب رد بالك أشكون هيا عاد هاو سهلك فتحي فتح البلطي والجواب صحيح يا معلم مش البلطي عارف فتحي البصلي 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 انا قلت البصلي الساعه زيدوها البصلي الساعه زيدوها واحده تولي توشيل تولي طا البصلي هذا قريب قريب لا قريب البصلي يلا صحيح هذا جو هشام هذا جو هشام هشام كان ما طلعش هذه يا ربي خاطر في اختصاص كذا يلا حاضر رايحان عمي يا صاحبي يا عمي يا صاحبي قريب امشي 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 زحمة يا ده لا مش زحمة لا عمي يا صاحبي الجمال ارحمني انا ليلي طا لا لا مشيت معاك راني بلعاني امشي اخزرني اخزر اخزرني لشفافي الصحن دحن ماضي ثلاثة متاع الصباح بعد ما تعديت رومبوان الفلوكة ودخلت البلاصة من البلاصة شكون اللي غني فيها هذه؟ بابا حليلي أي عاد الصحن دحن بوه ولا طلع على بوه يا عيني الولد بيعيط أيا امشي أيا هذيك هي التشكشيكة سسمو شتحت عليها اش قعد تقدم راك بكدا بكدا بعد صبر رباعي سورتو امشي امشي هادي هيا قول بركة قول قول اللي في جي في مخه قول اللي جي في مخه قول جورج لا مش جورج مش جورج اوكي مالاش قول معاك مش جورج وصوف اللي في مخه كذيك هاي لانسي عجرب واه صحيح يا راسي 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 معاك النجم انا هيفا انا من غيري انا قلبي اللي ابتلى بعيون حلوين رقصني انا دلعني انا حبيبتك انا بس هي مين انا هيفا انا من غيري انا قلبي اللي ابتلى بعيون حلوين رقصني انا دلعني انا حبيبتك انا بس هي مين انا هيفا يا بيبي انا من غيري انا والناس عارفين برافو تو هو يا هيفا جاه ربي نقص مهميش هو تو مهمش من عند ربي شكون اللي كانت تغني في الغناية هي سي على الصلاه ورضا عليها ماس هيفا ماس نوع ماس شنو نوع ماس شنو نوع ماس كيما الدلاعك الماس الكبير ليلي تو يزم نفهم التشبيه دقيقة يزمو تشفير هذا ليلي دوكو عنده لغة مشابهة دقيقة تو شنو العلاقة بين الماس أنت كوب سيركوي بتاع الضوء وبين دلاعة معناتها شنو منين جبت هالجملة هذيك كيفاش تركب الدلاعة ماس شنو علاقة الماس بالدلاعة ما فهمتش ميل عين كبيرة عبد ياخو حاجة لا ماس معناتها تكون ماس فوالا هيفا ماس أنت بشوي أنا حتى ولو نعرف الأغنية باش نطلعوا السيد ما عادش نفقد الذاكرة علاش فقدت الذاكرة هذي؟ حاجة ماس الصلاة ورزاة ربي يوصل إبيع الثانية أنت من أول أنا أعرف اللي ميسيون فقد الذاكرة أنت لا لا هاي هاي سيدي وحدة الأغنية الأخيرة يلا اللحن المويل علقني لكعبة علقني لوحدة أعطينا الأغنية صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود والكرابيلة صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود والكرابيلة
جيلاني مش جيلاني يا مولا بغداد يا داوي حالي. هيد انا عندي لك اقتراح. لو انت لا قراحتك بحذا باي هكا بحذا هاي مانيش معك جمع بدلوا نجلة بهيفا اش قولك؟ والله انا اسمعني لا ما كومش فاهمين مغزى السؤال متاعي انا نعرف بيرو غارق نعرفه فيني ساكت لا اش قولك؟ يا اخويا نجلة هاي ما جاتش عندها جماعتين نبدلوا هيفا في بلاصتها. والله يا سي علي اسمعني انا ما نجمش انا كان عاشر عاشر هي باهيه هيفا ونجله ربيت عليها الكبده وهي سي هشام واروى وانت جاوبت الاجابه هذه شنو قعدت تخمم؟ والله العظيم لا قل لي فاش قاعد تخمم؟ لا والله العظيم لا باهيه ياسر والله في البنكيله نجله مش تعاوني نجله مش تعاونك شنو؟ على هيفا هيفا باش تمشي من هنا جي في بلاصتها نجلة ناخذ عليها ونرجعوها واروى وسي هشام باهي يلا مدام وحيدة دريدي يلا نمشيو مباشرة إلى بورتري هايفا مريزة هايوا هايفا الصورة الأخرانية في الفيتير يظهر لي هي سبب خروجك جو بونس هكا من برنامج استوديو 9 صحيح ولا؟ أي انت صعب شوي علاش خرجت ساعه اخزر البروفيل نتاعك في البرامج في كل في الكل وفي استوديو 9 البروفيل واضح جلي معناتها مخدوم لشخصك انت ولشخصيتك انت ونجحت فيه هذاك اما علاش خرجت هيفا تم التخلي عني في استوديو 9 انا ما خرجتش من استوديو 9 باهي شوف خلينا نوضح حاجه ساعه المنتجه نتاع استوديو 9 حبيبات انا وياه اي لا مدام ما ما مدام امر والرمضان باش تبدا الامور واضحه وانا راني ما جبتش هيفا باش تتاكي مروه ولا تتاكي قناه التاسعه ولا تتاكي لا لا انا المعلومه هذه علي ما قلتها لحتى حد وتوا انت ما زدتيش توضيح مني انا معناتها حتى نبدا واضحين مع بعضنا هذاك علاش استدعيتك باش نوضح علاش تخليوا عليك؟ تخليوا علي لاني السبب لاني شاركت في شيف المشاهير على قناه التاسعه استدعاني رمزي هل تعلم؟ اي الشيف المشاهير مشيت حضرت اي شو المشكل في هذا؟ انت تخدم في قناه التاسعه، استوديو التاسعه يتعدى في قناه التاسعه، وشيف المشاهير يتعدى في قناه التاسعه في نفس القناه. اي والاسبوع اللي قبله حضر في الحلقه الاولى من شيف المشاهير حضر زميلي سامي الدريس. اي انت شاورت المنتجه والا لا؟ حتى نبداو لا انا ما شاورتش الحقيقه لانه اولا انا ما فماش ان كونترا ديكسكلوزيفيتي اللي يخليني اني ما فماش ان كونترا انا ما تعاملتش معاه بكونترا وما فماش ان كونترا. D'accord. Ou Senyan, Sami Dridi, il a participé la semaine d'avant. فهمتني دونك انا كي مشيت باش نشارك انا ضيفه انا نخدم في الاعلام دخلت المجال هذايا جوستومون باش نظهر في الاعلام وعندي طموح ونحب نوصل دونك انا بالنسبه لي هو من حقك تظهر في البرنامج تحب عليه وتخدم الحاجه اللي انت تراها مناسبه اكيد اولا ما فماش ان كونترا بيني وبين شركه الانتاج او اداره الانتاج اللي يمنعني تمنعك من كذا اني إيه؟ إن انت كان باستحباب كنت تنجم تشاورها هي كمان المنتج بتاع البرنامج نشاورها انا ما عنديش مشكله اني نشاورها انا كلمتها قبل بنهار لانه كلموني انا بطبيعتي قبل بنهار قبل بنهار داكور سي لا ديغني مينوت كلمت قبل بنهار ما جاوبتنيش بعد كي رجعت لي انا جو نيتي با لا دونك بريف معناتها المعلومه ما وصلتهاش شكنت باش نقول انا بالنسبه لي انا كي نحضر في ان بلاتو تيلي انت تستدعاني علي انا تقدم لي انت اضافه في 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 في, في مسيرتي في حياتي فيما يخصني انا مازلت كي حطيت ماذا بيا نضيف له حاجه يعطيك الصحه انا كي حطيت سقايا مازلت كي حطيت سقايا دون سو دومين معناتها قدام انت افيك ليكسبيريونس اللي عندك وزملائك معناتها انا يكون لي فخر انك تستدعاني مهما تكون القناه اللي انت تخدم فيها أيه نجم اليوم انا نجيك انفيتي او الزميل من زملائك من غير ما نسمي نجم اليوم نجيك انفيتي غدو نجم نتعامل معاك في عمل نشتركوا في عمل فهمتني دونك انا جاتني استضافه مشيت لبيت الدعوه مشيت سورتو كو سي اون ايميسيون دو كويزين علموك انه تخلاو عليك اي هنا تكلم مروه تقول لها علاش صار هذا اش فما لا كانت بعثت لي ميساج قالت لي كاو ما عادش تجي انت قلقك القرار نتاع تخلي عليك الحقيقه ما لا الحقيقه بوغ اتر اونيت لي
تكلمك مروه يا سيدي بعد الحلقه ذي وتطلب منك ترجع ترجع؟ لا مستحيل نرجع. علاش؟ دونك فما خلاف. لا ما شو ما نحبش ندخل في الكوزين انتيرن. انا كنت لا ما انا بدي ما نخليكش. انا الناس تعاملت معاهم. انا اطلاقا لو نحشر روحي مع اصدقاء ولا زملاء في المهنه ونتاكي برامجهم ولا الكوزين انتيرن تاعهم. متفاهمين. انا بدي ما نخليكش. متفاهمين. انا شو انا ناس تعاملت معاهم، خدمت معاهم، تعلمت منهم بيان سور، كيما كل اكسبيريونس تدخلها في حياتك. اول ظهور ليك كان معاهم بيان سور، بيان سور بيان سور جو بو با لو نيي سا بيان سور. عطاوني فرصه اني اداره الانتاج، عطاتني فرصه والمنتج عطاتني فرصه اني نطلع في بلاتو تيلي واني نوصل ان نحقق اللي حققته اليوم، واللي الحمد لله الارقام تحكي على روحها اليوم. علي اش قلت لي؟ معناتها نسب المشاهده تحكي على روحها اليوم، اني انا اليوم قدمت الاضافه للبرنامج كيما في الكول، في الكول بلوس كيما في استوديو 9. الفريق اللي خدمت معاه الكل واللي نحترمه ونقدره ينجم يشهد ب اني انا انسانه ملتزمه في خدمتي، جو سوي سيريوز. وربت عائله، عندك بنتك بيان سور، عندك دارك وعندك فوالا. الصوره الصوره اللي ظهرت فيها انت في الكل في الكل وفي استوديو 9 ماهيش انت يا هيفا. ماهيش انا شو اللي تولك شو حاجه بربي انت تو بيان في باش تحكي لي عليها. راهو شو التولك شو احنا كنا نتعاملوا التولك شو كانه سيت كوم، اون سورت دو سيت كوم، كل واحد انا ما نمنش بالطريقه هذه بصراحه. انا ما نمنش، انا جو مونك ديكسبيريونس عليه، انا جو مونك ديكسبيريونس. دونك انا كي وصلوا لي الفكره انه لو تولك شو هي فكره اي تتكتب حاجه وتتقدم للناس. معقول راهو يصير في اكبر برامج في العالم. فوالا انت خدمت بالطريقه هذيك. الشخصيه اللي اسندت لك انت ماهيش شخصيتك انت يا هيفا. شو ما تبعدش على هيفا، ما تبعدش قريبه. دونك ممكن الشخصيه هذيك عندها قوه اكثر، الاوز دير دي شوز اللي ممكن هيفا اللي هي انا اليوم اللي حاضر معاك. هي ما تكبر الغرور ماهوش من طبيعتك انت هيفا. لا تكبر الغرور مش من طبيعتي، ان بروفيل مش لا لا ما الناس كل تنجم تقول على انا معناتها اسكو عندي تكبر وغرور وكل لا. طبعا بعد الانسحاب هذاك ترجع روحك نادم على التجربه، مي كومام راك عملت كوانيماسيون، راهو زاده اعطتك زاده مروه فرصه انك تظهر في امام انت تنشط زاده. اي لكن إيه؟ شو ما نجمش جو بو با لو نيي انه عطاتني فرصه اني نشط، لكن انا الحمد لله جستيم وحتى اراء الناس اللي تقابلت معاهم واللي تعاملت معاهم الكل يقولوا لي يعطيك الصحه تو دوني ان بون برودوي، خدمت على روحك وتقدمت حاجه الحمد لله يا ربي، معناتها كل حاجه في بلاصتها. انا زاده جيتي على اوتور. هيفا من خلال تجربتك في العام ولا العامين هذوما في التلفزيون، اي شنو الربح وشنو الخساره؟ اش ربحت؟ اوكي ربحت الناس باش تعرفك، اوكي ربحت حاجه ولا ما ربحتش؟ غير ما ربحتش. شو خسرت من بالي؟ اليوم ما نحبش نقول شنو اللي خسرت. لا قل لي شنو خسرت. لا اليوم ما نحبش نقول، فما شو فما قضاء باش ياخذ مجراه. انا من النوع اللي ما نحبش نحكي برشا، وكل حاجه تتعرف في وقتها علي. واضح واضح واضح. انا نمشي معاك في وجب التحفظ، الحق ما خليكش. يعطيك الصحه كل حاجه فما قضاء ياخذ مجراه، عندي ثقه في القضاء. فما قانونيا ناخذ حقي. فوالا بالقانون كل واحد عنده مشكله معاه. نتمنى تجربه كان فيها الباهي كان فيها الخايب. كان عندك حق تاخذ، كان ما عندكش راك ما تاخذش. تجربه كان فيها الباهي كان فيها الخايب، نتمنى لهم التوفيق والنجاح. انا خرجت من البرنامج هذاك تم التخلي عني. نقولوا طردوك. طردوني ما عنديش مشكله باش نقولها، طردوني خاطرني حضرت في برنامج شاف المشاهد. وكا. باهي. انت علاقتك باهيه بقدور. علاقتي باهيه بقدور زميلي ونقدر ناجح زاده في ليميسيون الحق نتاع ربي، معناتها سايتي قدور باش تخليه وحده. ما دافع عليك حد هيفا؟ مي كومام وقت اللي وقعت تخلي عليك ما دافع عليك حد؟ ما كلمني حد. حتى من اصدقائك من زملائك؟ ايه كلموني، فما شكون كلمني من الاول ومن بعد ما نعرفش. انا ما جو كوني با لي كوليس وما حبيتش ندخل اصلا باش نعرف شنو اللي تقال في ظهري ولا ما تقالش وشنو اللي صار. كان باش تربع اش تقال في ظهرك صحيح. انا كلمني سامي دريدي اللي نوجه له تحيه. سامي انسحب زاد. سامي انسحب. علاش ما حكيتوش؟ علاش ما تلمتوش؟ توا انتم بديتوا مع بعضكم ونجحتوا مع بعضكم، المفروض فما واحد عابد بعقله ولا بمخه يلمد الناس، يجي علاش انت عملت هكا؟ توا انا مثلا في ليكيب تصير حاجه ولا كذا، انت ما نتلمدوا نعملوا ريونيون، راك غلطت في حقي ولا انت غلطت في حق الاخر ولا انت ما التزمتش بكذا وكذا، ويتلم الموضوع. علاش معناتها
نورمالمون انا قلت لك علي المشكل فما برشا حاجات يقعدوا في الكوزين انترن فو ميو نتجاوزوهم الخيط واضح معناتها انا كان جاي فما اسباس لصالحه الا كان جيت انا نحب ماذا بيا نقدم راني كلمت حتى انا المنجم ما كلمتهاش كنت تنجم تكلم ما كلمتهاش خاطر انا يساعدني انا خرجت اليوم وقعدت تخلي عليك الو يا مروه قولي علاش وقعدت تخلي علي قلت لي مشيت للبرنامج كذا كذا هاو زميلي مشى البرنامج كذا كذا يا اخي فيها عيب في نفس القناه وعادي جدا تصير ما حبيتش نكلم وحبيت نغزر القدام ونمشي نطوي صفحه ونغزر القدام انا من نوع هكاك راني عليها حتى في علاقاتي راه كي تسكر باب نغزر القدام انت عيطوا لك هيفا طموحات هيفا طموحات شكون اللي طلعها فيك هيفا طموحات صفير رمضاني اللي نوجه لها تحيه شكون صفير رمضاني صفير رمضاني اخت مروه اخت مروه اخت مروه والله الاميسيون شو الاميسيون هذيك تعجبني بصراحه والله كنت انا مره قعدت نحكي انا ومروه قالت لي علاه تجي تخدمها معايا قعدنا الحق في 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 هيئه التحرير وكذا وكان شرطي ما نخدمها الا ما يكون بث مباشر كان شرطي وكان عندي معناتها اقترحت بعض التغييرات وبعد كذا لكن بعد ما تفاهمناش دخلت انا في خدمه اخرى ومشيت الامور شوف البرنامج هذاك في سياق برنامج ترفيهي يا اخي كيما سكر لي البرنامج شنو هو يا اخي؟ ترفيهي برنامج ترفيهي بوجوه اخرى وبفقرات اخرى يعني سي ان تولك شو وترفيهي موجود في كل تلفزات العالم الحق بتاع ربي معناتها ما يلزم ما ويعمل في نسب مشاهده محترمه وما يلزمش واحد يقطع في برامج زملاء ولا في برامج في قنوات اخرى تو سامبلومون خاطر لا يجوز على ما صحفي ولا منشط ولا كذا يعني ينتقد زملاء ولا ممثل ينتقد ولا ينقص من قيمه زملاء ولا انا الحق بتاع ربي هكا علاقتي مع الناس الكل ايش باش تعمل توا هيفا عندي اقتراحات من قنوات اخرى وقاعده نشوف توا ايش باش نعمل التلفزه غرام غرام بعد تجربتك حسيتها كبشت فيك التجربه هذه ولا اي ليه انا شو انا قاريه اوبتيك متخرجه اون 2009 اوبتيسيان ومن سيبت. انا صغيره سايبت كل شيء وملي انا صغيره حلمه نحب ننجح برشا مشاكل التلفزه اللي كنت شايفه برشا كلمات راه وبرشا تعليقات وبرشا تعلمت اني نتجاوز التعليقات راهي عش دبابير التلفزه راه انا تعلمت اني نتجاوز التعليقات وبكري قبيله انت تحكي على نجله اللي مشيت للعمره وتحكي على لي ميساج انا جو لي فيكو سا عمني ولا رمضان عمني والصار ما صار والى حتى لي ديرني انترفيو اللي عملتهم معناها يسالوني على العمره خاطر احنا ما نفرقوش ما بين الفنان او الممثل او المنشط او الاعلامي ويمشي يعمل عمره معناتها احنا الكوتي امام نتاعنا احنا يتنحى دونك نغزروا لك بتصويره اكاهو ما نعرفش انك انت كما قال هشام تصلي على روحك عندك حياتك الخاصة هذيك بعيدة على الكاميرا. أما أنا غرام محبة مغرام. وحلمة تحس روحك دوي معناتها شوشو أنا بالنسبة لي أنا التلفزة بعد هالعوام هذوما الكل التلفزة بالنسبة لي أنا تجاوزت مرحلة الغرام إلى مرحلة التقنية لا تكنيك التلفزة عندي أنا بروجوات تاك ديكور كذا كوندكتور دي إيديسيون ريداكسيون مونتاج صون معناتها بيان فورماتي في بيان فورمي يا ربي في الحكايات هذوك أنت التلفزة عندك أنت شنو ضو شهرة فلوس شنو؟ أنا أجور دوجوردوي أي قلتها إنه الشهرة معناتها باهية الشهرة باهية الشهرة عجبتك أنك تكون مشهورة سي تري امبورتون باهية الشهرة أنت قبيلة قلت لي التعليقات ترى العباد يشوفوك بغض النظر على المردود اللي تقدمه خاطر ياما ناس تتعدى في التلفزة اللي ما يقدم في شيء واللي يقدم واللي يعمل واللي ما يعملش معناتها كي تخرج للناس وتراهم يعرفوك حاجة مهمة بالنسبة لي سيرتو كي تخرج للناس وتراهم تحبك كي تخرج للناس اللي تحبك يحبوك على شنو؟ يحبوني شنو على شنو؟ فما فيها ما يتحب معناها تقول لي ليه انا نسال فيه يحبوني فما نساء تقول لي احنا نحييوك على مواقفك على دفاعك على المراه على مواقف على تصريح قلته على فما ناس بالنسبه لهم كي نتعارك انا وقدور خاطر انا عندي موقف وقدور عنده موقف معناتها فما ناس كيما فما ناس مع قدور فما ناس معايا هذا هو من الميساج الباهيين في الايميسيون انه ديو قدور هيفا ديو فلان وفلان سا سي تري امبورتون انا راني ما نمنش لا برنامج خايب ولا برنامج تعيس ولا يقول لك برنامج ما فما حتى واحد برنامج ناجح ما فما حتى واحد ينجم يقول انا عندي نجاح مطلق ولا يجي واحد نحكم عليه البرنامج هذا فاشل فشل مطلق لا دونك هيفا مرتاحه حتى ولو خرجت من ايميسيون اي فرحانه قدمت اللي عندي باش نقدمه ضميري مرتاح فوالا. فرحانه باللي خدمته فوالا. ومكتوب فيه وكاو نتمنى لهم التوفيق والنجاح وانا ان شاء الله انا يعجبني الانسان كي يخرج من بلاصه ولا يغادر بالحق معناتها يتمنى الخير لزملائه والاصدقاء حتى وان اختلف
مع بالطبيعة. يلا نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل.